الحمد لله. والمراجع اللي يحجون بقوه ما لهم مكان للاسف الشديد يعني، اللي يحجون الواقع ويحاولون بجهد الامكان ان هم يرتقون بالعقل العقل المسلم والعقل الشيعي، ما لهم مكان، ما يخلوهم يعني. واكيد يعني سماع السيد آية الله العظمى المرجع الحبيب، انا اسميه يعني، انا هذا الرجل احبه واقوم خدمته طبعا. سمعت السيد الحيدري وينه؟ ولكن مع الاسف الشديد بدل ان يعينوني على هذا المشروع ماذا فعلوا مولانا؟ ها؟ وقفوا امام هذا المشروع، ضيقوا علينا كل طريق، كل طريق مولانا، لا الفضائيات ولا المواقع ولا الكتب ولا المعارض، حتى المعارض منعوا كتبنا في بيعها. ليش عليهم مقامه جبريه؟ وشنو الاسباب؟ لان منا جماعه ما يقبلون. ولا تخيلوا اذا جو للعراق يعني، ويا رب ان شاء الله نقوم بخدمتهم هنا بهذا البيت. نتمنى والله، لكنه ذولا خطر. بين اللي يحكي بكل صوته وكل شجاعه وكل قوه يقول بقضها وقضيضها سيد الحيدر، كلهم حرامية مو؟ ويش يحكي بهالطريقه وبهالقوه وبهالشجاعه؟ شو مسوين بيه؟ قامه جبريه على اليوم ما يقدر يجي، يعني مو بيد الرجل. زين، والا اذا تعاونت هاي العمائم الكبيره والتمت بمكان واحد يشكلون خطر على النظام السياسي لا؟ بالتاكيد يشكلون خطر. زين، وممكن ب 24 ساعه يدمرون بدون ادنى شك. لكن شو تسوي؟ بالتاكيد اي رجل دين يعني تنويري وحارب يعني.